هدف ان اساعدك ما تهزش راسك على الفاضي وانت بتتكلم انجليزي. علشان كده جايب لك حلقه جديده من سلسله عبارات امريكيه شائعه. فيلا بينا نبدا. الايديوم اللي معانا النهارده هو مكون من كلمتين، كلمه كاوتش ودي معناها اريكه او كنبه، وكلمه بوتيرو ودي معناها البطاطس. والاكسبريشن هو او الايديوم هو كاوتش بوتيرو، وده ايديوم او مصطلح بنطلقه على الشخص الكسول اللي مش بيحب يعمل اي حاجه غير ان هو يقعد يتفرج على التلفزيون او انه يقعد نايم على الكنبه ومش بيعمل اي حاجه مفيده. كرر كده ورايا الاكسبريشن تاني، كاوتش بوتيرو. كاوتش بوتيرو. دورك. I hate to be a couch potato. I just need to have something to do. I hate to be a couch potato. I just need to have something to do. دورك. والجملة دي معناها ان انا مش بحب اكون شخص كسول، انا بحب دايما يكون عندي حاجة اني اعملها. ما تنساش بقى تستخدم الايديوم ده وتحطه في جملة وتسيبها في التعليقات وهصلحها لك، واستناني في الفيديو الجاي.